اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. احنا معانا تفاصيل كتيره كل يوم على القناه الاولى في مطبخنا. النهارده الملوخيه الطشه بتاعتها في رمضان غير الطشه العاديه في الايام العاديه. يعني ايه يا شيف؟ يعني كزبره ناشفه مع تومه، وازاي درجة الاحمرار للتومة وقت ما تنزلي بشوربة الملوخية، هي دي التركية. هنشوفها النهاردة مع بعض، ملوخية بالفراخ. معانا شوية مكرونة بالبشاميل النهاردة. المكرونة بالبشاميل يا شيف مغاز بتفرط مني وبتبقى مصيصة، فأنا هخليكي تعمليها تبقى خرطة خرطة ازاي مع البولونيز صوص أو اللحمة المفرومة المتعصجة، والبشاميل اللي أنا هعمله مع الانسجام بتاعه مع المكرونة والجبنة الموزاريلا. معايا النهاردة لزينة اللي اتصلت امبارح، الطفلة الجميلة اللي أنا حسيت بالأبوة من ناحيتها. قالت لي يا شيف أنا بحبك جداً، القطايف بتتفك مني وأنا بقليها في الزيت. النهاردة يا زينة هعمل لك القطايف، وإزاي تقليها في الزيت وإنت قلبك جامد زي الفل، تعملي كمية وتعزمي أصحابك وماما وبابا عليها، وإزاي القطايف بالذات لما تشتريها تخزنيها إزاي، لأن إحنا مش هنجيب القطايف ونروح نشتغل بها في البيت، بنجيبها من بالليل نشتغل بها تاني يوم، ففي حاجة غلط بتحصل هنا، هنشوف إزاي نتعامل معاها. طبعا عايز اقول حاجه مهمه جدا، كان معانا امبارح مطبق الفول، واحنا المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، وانا وعدت لحضراتكم ان احنا المطبق معانا هنشوف ازاي عملناه ونقدمه لحضراتكم. رؤيه فن ابداع، كمان مهم جدا وانت معايا تشوفي تفاصيل السفره بتاعتك باقل تكلفه ممكنه. هطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبيعي انك تنظمي وقتك في المطبخ، وفي خط سير لعملك وانت في المطبخ عشان كل حاجه تطلع مع بعضيها. حلو الكلام. يأذن المغرب نلاقي المكرونه بشاميل واخده اللون، الملوخيه جاهزه بالطشه بتاعتها. هبدا باول حاجه دلوقتي، ازاي اعمل صينيه مكرونه بالبشاميل. واحنا المصريين بنعشق حاجه اسمها مكرونه بالبشاميل، ودي حاجه حلوه والاطفال بيحبوها. مقاديرها على الشاشه. مكرونه بينا اللي هي المكرونه القلم، لحمه مفرومه على النار بتستوي عشان نكسب وقتنا، ومعانا البشاميل اللي هنعمله مع بعض. فانا خليت الحاجه اللي ممكن تسقط منك او ان هي ما تظبطش معاكي نعملها مع بعض، اللي هو البشاميل. اما اللحمه المفرومه كلنا في من اول الشهر الكريم بنعصج لحمه لسمبوسه، بنعصج لحمه لصينيه رقاق، بنعصج لحمه لشويه رز نعمله بالخلطه وهكذا. اللحمه المفرومه على النار اهيت، خدت البصله وخدت التومه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر هنحطهم مع بعض، دي مهمه جدا. ملح وفلفل وزعتر. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. الصوص البولينيز الكمون والكزبره مش مرغوب فيه قوي. ده بابريكا وشويه زعتر حلوين. ما هو في عشق التوابل. يعني ايه عشق التوابل يا شيف؟ في حاجات من التوابل او تركيبه من التوابل لما تحطها مع بعضيها بتظهر شخصيتها في الاكله، وفي توابل لما تحطها مع بعضيها بتضيع بعضيها، لا بتشم لا الكزبره ولا الكمون ولا الزعتر. كل دول مع بعض اهم زي الفل. معانا صوص طماطم مضروب في الخلاط، بتجيب الطماطم تقشريها، تحط معجون طماطم حسب الرغبة. زي الفل كده، وتسيب الطماطم مع اللحمة تتسبك. واحدة واحدة كده، ده مهم جدا. بس خلاص اهو مغذيها بايه بقى؟ اهو تركاية هنا بقى مهمة جدا، البشاميل مع المكرونة بتاعتنا. لازم اللحمة المفرومة تبقى ماسكة نفسها جوه المكرونة. أو ما أعمل إيه يا شيف؟ شوف أنا هعمل إيه بقى تركاية أهي سريعاً كده. معلقة دقيق صغيرة بقلبها مع الخليط ده. دي مهمة جداً على فكرة. بالشكل ده كده التركاية أهو في قلب الصلصة، وأقلب ده كده. شفت بقى؟ هو ده. ده بيدي قوام للبولونيز لما يتخش مع المكرونة، أو طبقة اللحمة داخل جوه المكرونة هتمسك نفسها، وتلاقي اللحمة ماسكة نفسها جوه المكرونة. عينيا زي الفل. هنخلي دي كده على جنب. أنا هسلق المكرونة دلوقتي. طبيعي لما نيجي نسلق مكرونة بنحط شوية زيت وشوية ملح، ولكن حذاري إنك تحطي مكرونة في مية باردة، مية مش بتغلي. إيه اللي هيحصل يا شيف؟ يعني الدنيا هتقوم، المكرونة تتكسر منك. والمكرونه البشاميل لازم المكرونه تبقى سليمه عشان تبان شخصيتها في الصينيه. حتى لو بتسلقي سباكيتي لازم الميه تكون بتغلي يا اختي، خلي بالك ده مهم جدا.
ليه يا شيف؟ عشان السباكيت كمان ما تتكسرش. ما ينفعش انزل بمكرونه في ميه مش بتغلي، لازم الميه بتغلي معاها شويه ملح وشويه زيت. انا شوف نعمل البشاميل مع بعض ازاي. معلقه سمنه بلدي، لازم سمنه بلدي، نغذيها ندعمها بالسمنه البلدي. حلو قوي. وشويه الدقيق الحلوين اللي معانا، حلو الكلام. ونقلب الدقيق في السمنه، واشم ريحه الدقيق. انا من الناس اللي بيحب البشاميل الدقيق يتحمر قبل ما انزل بالحليب، ياخد لون. ليه يا شيف؟ علشان ما احسش ان الاكله كده بتلكمني، مش باكل عصيده انا. شفت التحميله بتاعت الدقيق دي في السمنه؟ دي مهمه جدا. معايا اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري، هنجيب لحظه قوام البشاميل. التحميله دي مهمه جدا. في حاله ما بيتحمر البشاميل، التركايه بتاعت المغازي سنه زعتر صغيره تفركيها. خلي بالك الحاجات الصغيره دي يعني بتلاقيها مع المغازي اللي بقى خبره السنين بنقدمها لحضرتك. شفت دي؟ فركها ناعم بايدك كده. ما تبانش. يقوم يطعم البشاميل بتاعنا. زي الفل. هنمسك المضرب بايد اليمين والحليب بايد الشمال، وننزل تدريجيا على الحله او على المضرب واحنا شغالين. كميه الحليب بتاعتنا معانا اهي. دول كفايه قوي. تقليب مستمر سريعا سريعا سريع. اول كده. بتطلع معاك العجينه. لحظه الولاده للبشاميل. طلع البشاميل معايا. شايف البياض والحلاوه دي؟ ننزل بالكميه الثانيه. ونقلب. تاني. واحده واحده كده. كل ما توصل درجه الحراره للغليان كل البشاميل اللي ما ياخد القوام بتاعه. تقليب مستمر. حلو السؤال ده جدا. جالنا سؤال على السوشيال ميديا، ينفع نحط جوزة الطيب؟ هنحط جوزة الطيب، مفيش مشكلة، بس جوزة الطيب شوية بتسرق الطعم في البشاميل. ولكن نحطها مثلا لو بتعملي ايه؟ شوربة الفراخ بالكريمة، بشاميل مثلا وايت صوص. انما هنحط لحم مفرومة مش هتقول لا، يعني جوزة الطيب مش هتقول لا، هي تديله طبعا طعم مميز، ولكن انا مش بحبها مع اللحمة المفرومة. شايفة التقليبة دي كده؟ لأن في لحمة وفي صوص طماطم، وممكن لو حطيت يعني مش هيحصل حاجه. شايفه التقليبه دي مهمه جدا، مش هحط اي سائل غير لما انا الاقي ده كله نسيج واحد. اوعى تحط اي سائل. لغايه لما الكلكعه دي تفك، لازم الكلكعه دي تفك. شايف القوام ده؟ هو ده يضرب في الخلاط. سؤال على السوشيال ميديا، استاذ ريحافه البشاميل اللي كلكع مني وانا شغاله ودينا رمضان، اعمل ايه؟ هتجيب الخلاط؟ اوعى تحط البشاميل اللي سخن في الخلاط، هتدعي عليا للابد، هتكسري السكينه بتاعت الخلاط والجلده وهتدعي عليا. تسيبيه لما يبرد خالص، لا ده كده هي في مشكله بنعالجها، وتضربيه في قلب الخلاط هيفك منك ان شاء الله. بس اوعى تحط البشاميل اللي سخن في قلب الخلاط. وبعدين تبص شوف انا عملت ايه؟ تلاحظ ان انا قلبت كتير هنا غير الاول. شفت القوام ده؟ حاضر عينيا. شايف القوام؟ بشاميل. ننزل بكميه الحليب دي كلها. هنا بتحكم في القوام بتاعه بقى، انا عايز بشاميل تقيل ولا خفيف؟ عايزه طبعا خفيف. واقلب شويه الحليب، هو عمره ما يكلكع هنا بقى. خلاص المرحله الصعبه عدت، وانا في المره الثانيه في التقليب. ما تشيلهوش من النار. وارد وانت بتطبخي عندك انبوبه البوتاجاز، بتحصل، حصلت معايا فجاه الانبوبه قطعت مفيش غاز وانت واقفه على عين البوتاجاز، تعملي ايه؟ في بشاميل زي ده بتعملي ايه؟ هتسيبيه لما يبرد خالص، وزي ما قلت من شويه تضربيه في قلب الخلاط بشويه حليب بشويه شوربه، هيرجع معاك القوام احسن من الاول. شفت القوام؟ دايما انا بطلع بالبشاميل اللي معمول، بس النهارده حبيت اهديه لحضراتكم بالشكل ده كده. زي الفل. دي كميه البشاميل المطلوبه اللي انا هعملها، وعندي اللحمه المفرومه جاهزه على النار بتتعصج، وعندي المكرونه بتاعتي بتستوي. المكرونه هنا بقى سلقاها نص سوا. يا نعم نطلع فاصل. عينيا. شايفين المكرونه هنا؟ دي تركايه برضو. هنا المكرونه بتتسلق نص سوا يا مغازي علشان تكمل سواها زي اللازانيا كده مع البولونيز مع البشاميل. عندي ثلاث حاجات مهمين جدا، مكرونه سلقتها نص سوا،
لحمه مفرومه اتعسجت على النار واتسبكت بشاميل قوامه زي الفل، فرحان بيه اهوت. شايفين البشاميل اهو جاهز، ممكن نديله جبنه موزاريلا حسب الرغبه. هنطلع فاصل ونطبق مع بعض مكرونه البشاميل، لان الاسئله كتير عليها على السوشيال ميديا، واحنا بنتابع حضراتكم كمان على السوشيال ميديا، علشان ممكن الوقت ده انت موظفه بتشتغلي، فاكيد بتتابعي الحلقه بتاعتي على شاشه القناه الاولى او الصفحه الرسميه وصفحه اكله امي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. لك سرك يا ابو الشيف، قاعد بتناغم مع البلونيز بتاعي، لازم يستوي على نار هاديه كده. وعلى فكره في محطه هنا ممكن نتكلم عنها شويه، بقى عندك بلونيز هتجيب شويه مكرونه تسليهم وتحط صوص البلونيز دول عليهم، دول ده طبق مكرونه مشهور جدا في ايطاليا، مكرونه اسباجيتي مع البلونيز صوص، ويبقى طبق سحور بس مش هنقلبها مع بعضيها. ممكن تحشيه كانينولي، تجيب لا الكانينولي طبعا عجينه الكانينولي او عجينه الفطاير عادي، وتحشيها لحمه مفرومه، فدي تهتمي بيه عشان الباقي عندك هتستخدميه تاني يوم تعمليها مسقعه وهكذا. تعالوا نطبق الاكله دي بسرعه مع بعض عشان ندخلها الفرن ونخلص منها، عشان كده انا شرحتها بالتفاصيل كلها علشان الاسئله كتير على المكرونه بالبشاميل. حلوه اهو، ادي الصينيه اللي انا هدخلها الفرن بالشكل ده كده. حاضر، شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ خدت المكرونه الاسباجيتي شلتها، سوري المكرونه البنه شلتها من ميه السلق ورفعت الحله لانها بتحجب السرعه على حضراتكم شويه، وخدت المكرونه حطيت عليها نص كميه البشاميل هقلبها. خلي بالك معايا من الحاجات اللي بعملها دي عشان دي مهمه جدا. احنا قلنا المكرونه هنا بتستوي نص سوا، التسويه الثانيه جوه البشاميل اهو، عشان كده المكرونه لازم تكون تطلع معاكي قطعه واحده ما تبقاش مصيص اهو. طبعا في التوابل هنا، حاطين ملح وفلفل على البشاميل، والمكرونه مسلوقه في شويه ملح مع زيت بالشكل ده كده. حلو، ناخد نص كميه المكرونه دي يا عم الشيف نسقطها هنا كده اهو. لازم من النهارده تعملي صينيه مكرونه البشاميل تتحدي بيها اي حد بتتفرجي على القناه الاولى. شايفه دي كميه البشاميل اهي، حلوه قوي. اعمل ايه بقى التركايه؟ بحط شويه جبنه موزاريلا هنا، ده الشغل بقى جامد قوي. ناخد اللحمه المفرومه المتعصجه اهي، برضو بيبقى فيها شويه صوص كده ما تبقاش ناشفه. ما تنسيش معلقه الدقيق اللي انا حاططها بتلعب دور البطوله هنا في لم الشمل، يعني يا شيف ما بتخليش اللحمه المفرومه دي تسيب المكرونه وتسقط منها. وانا ماليها لحمه مفرومه يعني الصينيه غنيه. المفروم اللي عندك ده بتشيليه في التلاجه، تستخدميه استخدامات اخرى كتيره قوي، عد على صوابعك، مسقعه كانولي. تعمليه مع طبق فول زي ما انت عايزه. ننزل بكميه المكرونه ديت، خدت وقت المكرونه بس هي دي الاهم عندي، لان دي طبق في كل العناصر، في لحمه مفرومه، في مكرونه نشويات، في حليب. حلو قوي. في تركايه بقى احنا مع بعض، ادي كميه البشاميل اللي عندي الباقيه، شوف انا هعمل فيه ايه. خلي بالك من الحته دي. الجبنه بتسود مني يا شيف بوغازي على وش المكرونه اللي بالبشاميل قبل المكرونه ما تستوي. نعمل ايه؟ دي بيضه معانا الجبنه، نزلنا بيها على البيضه. شفت بقى، هي دي التركايه، دي التفاصيل اللي بتكلم عليها. شويه زعتر، سنه بابريكا ونقلب دول كلهم مع بعض، البيضه مع الجبنه، وجود البيضه والبشاميل مع الجبنه الموزاريلا هتخلي لك الجبنه دي تشد في قلب المكرونه وعمرها ما تاخد لون الا لون الاحمرار فقط، ما تتحرقش منك. ونسقط بيها يا شيف هنا كده. اللهم صل على النبي. كل التفاصيل النهارده مع مكرونه بالبشاميل بتتكلم مصري. شايف الانسياب، الشكل الانسيابي ده كده. كلها شكرا. يلا هنحطها في الفرن كده. انا خلصت من طبق رئيسي، هو يعتبر يعني اللي بياخد الوقت كله. درجه حراره الفرن عندي 180. الله، بيسالوني في الكنترول ينفع ان احنا نعمل مكرونه بالبشاميل بفراخ؟ نستبدل اللحمه المفرومه بالفراخ. ينفع نستبدل اللحمه المفرومه بجمبري؟ سي فود، تبقى مفيش مشكله. هندخلها الفرن كده. طيب هخش دلوقتي على الملوخيه بالفراخ. ابقى كداب لو قلت ان انا هسوي فرخه دلوقتي في التايم بتاعنا ده كده. الفرخه معايا هنا اهيت، معاها جزر، معاها كرفس مدلعها يعني،
معاها فصين توم، وانا بحب البصل السليم اللي جوه الملوخيه، عشان كده المساعده بتاعت المشاهده حاطه لي بصلايه سليمه اهي على اساس ان انا هفطر يعني، واخده بالك اهي. دي تبقى جوه الملوخيه ما اقولكيش ملبن، دي بحبها جوه الملوخيه يعني بعد الملوخيه ما تستوي تسقط جواها كده، بتتلخبط ملوخيه واكلها وزدوتها تبقى لطيفه قوي على فكره. والفراخ عندي جاهزه والشوربه جاهزه، نبدا نجهز شويه الملوخيه بتوعنا. طاسه على النار، حلو الكلام اهيت، ونحط لها بصله ناعمه كده. دي الشوربه بتاعت الملوخيه. ايه الاخبار؟ زي الفل. هعمل هستخدم معلقه سمنه حلوه. عيني دي ده المطبق عيني. حلوه. حاضر هنخليها هنا كده، دي ايات كده زي الفل. وعندي بصلايه ناعمه، عندي طماطميه مبشوره، عندي فص توم، دي ادوات اللي ايه الملوخيه بتاعتي. حلو الكلام. باخدهم كده. طبق الملوخيه بتاعنا ده في اي مكان بيتكلم مصري، ولكن مفيش اتنين خوات توأم بيتفقوا مع بعض في عمايلها، مفيش اتنين شيفيه بيتفقوا مع بعض في عمايلها. البعض بيحمر البصلايه، البعض بيحمر التوميه، البعض بيحط بصله مع الشوربه بتاعتها وهكذا، ولكن مفيش اتنين بيختلفوا في ان التومه مع الكزبره الناشفه هي طشه الملوخيه. يعني ما ينفعش يا مغازة اعملها بالكمون، يعني ما ينفعش اعملها بزعتر، لازم كزبره وزب وسمنه، دي الطشه بتاعت الملوخيه. كزبره ناشفه مش خضره، اخواننا الشوام بيستخدموا كزبره خضراء. استنى على البصله كده لما تتحمر زي الفل، وعندي شويه شوربه حلوين اتوصى بيهم يعني، اشتغل عليهم يعني، اهتم بيهم. هنسيب البصلايه والتوبك كده يتحمروا شويه عشان ناخد الشوربه نصفيها عليهم. وعندي الملوخيه يا اما في حاجتين بتجيبيها بتخرطيها وده الافضل طبعا، يا اما انك انت بتجيبيها مجمده وتفك. ايه المشاكل اللي بتحصل معانا؟ اتزنقنا في المطبخ، بنطلع كيس الملوخيه ونحطه في الميكروويف او نحطه في الفرن، ده غلط. عمر الملوخيه هنا ما تمسك معاكي، هتقطع منك. الملوخيه عشان تستخدميها صح المجمده بتجيبيها من عند الراجل بتاع السوبر ماركت، تتاكدي ان هي قطعه واحده، لقيتها متكسره في قلب الكيس ما تاخدهاش، دي معناته طلعت من الفريزر او الكهرباء فصلت قطعت ورجعت تاني، فده غلط في الملوخيه. مع السبانخ ممكن يمشي الحال، الملوخيه بالذات حساسه، لازم تجيبي كيس الملوخيه من السوبر ماركت يكون قطعه واحده ماسك نفسه زي كف الايد كده، تروحها على البيت تخليها تفك براحتها. مستعجله حط الكيس في ميه سخنه، الكيس كله مع بعضه في ميه سخنه، بس ما تفتحهوش، اوعى تحطها في الميكرويف او في فرن وتقولي ان انا بفكها بسرعه، انت كده بتاذيها. الملوخيه معايا اهيت لسه ما حطيناهاش في الشوربه، بسم الله ما شاء الله اطلع بقى لغايه الكريم فوق. حلو الكلام. الشوربه بتجهز معايا زي الفل. اخبار البصل ايه؟ اهي بدات اشم ريحتها مع تومه. ناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه، اللهم صل على النبي. مهم جدا الشوربه هنا تكون لها شخصيتها، يعني يا شيف يعني فيها الطعم، فيها الحبهان. عينيا. دي مش الطش، دي الشوربه بتاعت الملوخيه، طشه لسه هنعملها قبل المغرب بخمس دقايق. الشوربه الفرخه دي سمينه، مدياني شويه سمنه وشويه بيون حلوين قوي، شم ريحتهم. اللهم صل على النبي. بس خلاص هناخد الفرخه الحلوه دي نحمرها، بس اسيب الشوربه دي تغلي على النار. واسقط الملوخيه فيها وتخليها بقى على نار هاديه بالشكل ده كده اهو. الله. بس واقفل النار عليها، اوعى تخليها تغلي. بس خلاص هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل قبل الاذان بخمس دقايق تعملي طشه الملوخيه، لان طشه رمضان غير طشه الايام العاديه، والطشه مهمه. اقدر بقيت اقولها بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والسر في التفاصيل. فرخه صغيره شامورت دي ما تعديش 750 جرام، يعني دي تحطها قدامنا كده مع شويه الملوخيه وشويه السمبوسه بالجبنه او باللحمه، فطار اهي. طبعا هدخلها الفرن، حاطط عليها مكعب زبده كده تاخد لون مع رشه ملح ورشه فلفل، انا بحبها كده. ممكن انت تحب حاجه تانية برضو، انك انت تاخديها تقطعها اربع وتحمريها في معلقه سمنه كده مع شويه ملح حلوين، بس انا عاشق للفراخ المسلوقه مع رشه فلفل ورشه ملح. ايه اللي على الوش ده يا شيف؟ دي شويه فلفله حاره او فلفله حلوه مديها لون. الفرخه دي معايا زي الفل، والملوخيه على النار جاهزه.
اعمل لها الطشه واقدمها مباشره، شلتها من النار، والطاسه بتاعت الطشه معايا زي الفل اهي. الحاجات دي اساسيه هنا نعملها حلو الكلام. اللهم صل على النبي. تمام. كان معانا امبارح المطبق، مطبق الفول، ووعدت حضراتكم ان انا هكمله النهارده. ده المطبق معايا ومعايا الفول جاهز. تعالوا نشوف ازاي نعمل شويه فول بشكل جديد وبطعم تاني، والسر في التفاصيل. فول شفناه امبارح مع بعض، حطينا عليه بيض مسلوق، واخد طماطمايه، واخد شويه كزبره حلوين، ممكن ياخد كمان عروق البصل الاخضر نقطعها في قلبيه، عند الكرات حطي الطبق ده، وجبه كامله متكامله. وعندنا يا اما رقاق يا اما عيش سوري، العيش الصاج اللي احنا عارفينه. ما لقيتيش لا ده ولا ده، تجيب العيش الشامي الكبير تفتحيه طبقتين كده بالشكل ده كده اهو. طبق سحور مش هتلاقيه غير عندك انت وبس، جواه بيض اهوت وفول مع زبادي ما اقولكيش. دول يعملوا اتنين فل. طبعا انا عامله متحمر وجاهز معايا، واقفلها كده بالشكل ده كده اهو. يا عم الشيف، واحطها هنا كده تتحمر في الفرن تبقى زي اصحابها. نعمل واحده كمان عشان اللي ما خدش باله بالاولى ياخد باله بالثانيه، ازاي اعمل الفول بشكل جديد او بطعم تاني غير اللي متعودين عليه. المقادير معانا، الله عليك يا استاذ رحاب، معانا فول، معانا بيض مسلوق يكون جاهز عندك، وزيت زيتون او معلقه سمنه حلوه او مكعب زبده زي بتاعي اللي كان جاي لي من المنوفيه هديه، وشويه عروق البصل الاخضر في قلبهم، وشويه الكمون، وبعدين نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده ويتعمل مطبق اهوت زي الفل. انا قاصد من المطبق ده ان ولادنا الفول كل يوم فطار، او مثلا بيفطر فول متعود، ده الطبيعي. والفول حاجه مفيده جدا، البروتين بتاعه بروتين نباتي مغذي جدا، والفول هو سند المعده وعصب المعده. انا شخصيا بفطر فول وبسحر فول. ادي واحده مطبقه اهيت بالشكل ده كده. تعالوا نغرف اللي اتحمر معانا، بيتحمر في الفرن. حلو الكلام. طبقة معانا زي الفل اهو. عينيا اكسر لك واحده دلوقتي، عايز اشوف واحده ايه اللي جواها. اللي ياخد واحده مطبقايه من ديت والسحور كده بالليل قبل الفجر مباشره مع القناه الاولى والتواشيح الدينيه والابتهالات الدينيه اللي بنشوفها، ما اقولكمش. انا شخصيا بستمتع. نقطع دي كده. سامعين الصوت ده كده؟ الله. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ فيها فول، فيها بيض، عينيا. هتقول لي سندوتش فول، قول زي ما تقول بقى. الفكره هنا ان انا خدت الرواية استخدمته، ممكن العيش الصاج استخدمته. واحطها هنا كده. وقدمت الفول بشكل جديد. هخليه هنا طبق جانبي واشيل اللي احنا عملناه ده كده. حلو الكلام؟ طيب. ممكن نحط بقى عود زعتر حلو كده. جودي مثلا طماطميه حلوه، عندك بصل اخضر حطي حسب اللي موجود عندك يعني. حلو. الحاجات دي بتفرق كتير على فكره. طيب نشوف الفرن فيه ايه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. صينيه مكرونه بالبشاميل بتتكلم بكل اللغات. مكانها هنا. زي الفل. عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن، عايزينك يا مغازي. اللهم صل على النبي. لا شوف شوف البشاميل واخد اللون ازاي. شوفي المكرونه مزيج من البشاميل. وليه محدش سالني لازم المكرونه البشاميل تتعمل مكرونه بينا؟ محدش سال السؤال ده ليه؟ هو ده الكلام. لان المكرونه البينا فيها اخرام غير الاسباجيتي، فصوص البشاميل مع صوص اللحمه المفرومه بيبقى عاشي ومعشوق جواها، زي الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي كده. تعالوا نعمل شويه قطايف دلوقتي مع بعض، لان طشه الملوخيه هعملها قبل نهايه الحلقه مباشره. القطايف مقاديرها على الشاشه، معايا قطايف عصافيري، معايا تشكيله من المكسرات، معايا شويه ميه زهر، ومعانا شويه سكر. حلو الكلام؟ تعالوا نعملها مع بعض سريعا. ومعانا طبق قطايف جاهز يعني. بس هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونحمرها. بنجيب مطحنه او الكبه اللي عندك. طبعا عينيا، طبعا هتقولي لي طحنه فيها قبل كده بصل، وطحنه قبل كده فيها توم، وده ما ينفعش يا شيف، معاك حق وانا شغال فيها. بس علشان تحضريها انك تطحني فيها مكسرات تعملي الاتي.
تتغسل كويس، وبعد الغسيل مباشرة بتجيب شوية مية زهر تحطهم في قلبيها، وداعا لريحة البصل وداعا لريحة الثوم. الله اهي والله العظيم بتكلم صدق. ده الحاجات اللي بقولها دي مهمة جدا. المقادير على الشاشة: عجينة قطايف، تشكيلة من المكسرات، جوز الهند، زبيب، بندق، فستق، لوز اللي مفول سوداني اللي موجود عندك، ومية زهر وسكر. وهنعمل عجينة دلوقتي نحشي بيها القطايف. نقعد نعمل لنا 50-30 واحدة بس، برضه هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ولكن بتكلم على نقطة مهمة جدا، يعني ممكن يجي تقع في الفخ ده الكبة، زي ما الشيف المغازي قال الكبة ديت بتاعت بصل وتوم، عايزة تتخلصي من الريحة تعملي ايه؟ صابون مش هيخلصك، هيبقى برضه فيها راحة بصل وتوم. غسلتيها كويس، بتجيبي مية زهر، مش مية موارد، مية زهر، وتحط زي ما انا حطيت فيها كده، وتطلعي السكينة وتدخليها تاني كده، وترمي المية دي تاني. حلو الكلام؟ المعلومة اللي قلتها دي مهمة جدا للتخلص من رائحة الكبة بعد البصل والتوم واستخدامها في الحلويات. يفضل غسلها بماء الزهر. حلو الكلام؟ هنبدأ نحط شوية المكسرات بتوعنا: بندق، لوز، يا مزاجك اللوز، معانا شوية زبيب، الزبيب الكبير ده حلو هيتكسر يبقى لطيف وحلو، معايا شوية جوز الهند. حلو الكلام اهو. معانا هنا كمان شوية فول سوداني مطحونين، بحط مية الزهر عشان يمسك، ما ينفعش احشي القطايف بالمكسرات وهي كده، لازم احط لها شربات ومية الزهر. وعندي هنا شربات اهوت كمان، الشربات ده اللي هو السكر بتاع الكنافة اللي احنا عاملينه من البداية خالص زي الفل اهو. بتجيبي برده مغرفة ما عدتش لا على بصل ولا على توم، مش زي دي كده، وناخد الخليط ده يا عم الشيف نطحنه. هي دي التركية بتاعت القطايف، زينة اللي سالت على القطايف اهو، وانا معاكي واحدة واحدة. لا احنا جايبين واحدة جديدة، اصبري شوية بقى علينا. تمام، هناخد ده كله مع بعضه. اللهم صل على النبي. دي اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. بتحشي قطايف لازم تكون عندك الحشوه دي كده، دي زي اي محل حلويات انت بتشتري منه. اهي الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، معلش التفاصيل الصغيره بتاعت حشوه القطايف اهي، خليها عندك في الثلاجه. نفسك هفتك على القطايف اعمليها، نفسك هفتك على شويه مكرونه شويه كنافه بالمكسرات استخدميها، وهكذا. تعالوا نحشي مع بعض واحده واثنين وثلاثه بسرعه. بص بقى يا زينة، جبت القطايف من أي محل بتاع قطايف، وتفاصيل الشهر الكريم في مصر بتلاقي بتاع القطايف في كل حتة، بتاع الكنافة في كل حتة، بتاع بلح الشام، الحاجات دي كتير موجودة بتجيبيها. ده هي قفلة الكيس دي المهمة أوي يا شفيق، أوعي تفك الكيس وتخليها في المطبخ مقفول عليها الكيس كده لغاية لما تشتغلي فيها، وطول ما أنت شغالة تكون مغطياها بإيه؟ بعندك مفرش أبيض كده أو بشال أبيض موجود عندك عشان ما تتشاف، أو خليها في الكيس وطلعي على قد شغلك. وارد وانت شغاله كده استخدمت التليفون، وارد اشتغلت مع حد، هترجعي مش هتعرفي تقفليها. الحاجات اللي بقولها ديت خبره السنين بنقدمها لحضراتكم. القطايف معايا وهقفلها اهي، شفتي اهي. لما نيجي نحشيها يا زينه بالشكل ده، القطايف ناحيتين، ناحيه محمره وناحيه بيضه اهي، ناحيه محمره وناحيه بيضه. الدرس بتاع القطايف ده النهارده، من النهارده بعد ما اتفرجنا على اكله ام على القناه الاولى، القطايف معاكي مش هتفشل، هتحمرها في الزيت تطلع سليمه زي الفل زي اللي معانا دي كده اهو. تحشي الحشوه فين يا شيف مغازي؟ نقلبها كده اهو، ونجيب معلقه، ما تحطيش بحشوه ايدك لان ايدك هنا هتتبل مكسرات، وايدك هنا هيبقى فيها مكسرات، فمش هتقفل معاك العجينه اهو. شفت بعمل ايه اهو؟ واحط الشويه دول كده اهو، عيني اهو اهو اهو، واجي كده بص عليا اهو 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 زي الفل اهو، واجي هنا اهو. الايد اللي بتحط الحشوه ما ينفعش تكبسي بيها اهو اهو اهو. نحط واحده تاني مع بعض احنا ما وراناش حاجه اهو. طشه الملوخيه عايز لها دقيقتين بالظبط اهو. شفت الجو ده كده اهو، واعمل كده اقفل كده اهو. اوعي الحشوه تكون في الاطراف، سيبي مكان للكبس بتاع القطايف اهو.
كمان واحده. هنحمرها مع بعض دلوقتي. ده انا حطيتها غلط اهو على الناحيه الثانيه. وتجيب القطايف اللي ما تكونش محمره جامد. ليه؟ عشان تلزق منك. لان لما بتكون احمرت جامد ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ دي ما قفلتش معايا عشان من الاول خالص استخدمتها غلط. دي مش هتنفع بقى. اخد الحشوه واخلص منها. خلي بالك الحاجات ديت وارد تحصل معاك في المطبخ. دي القطايف حساسه جدا على فكره. اهي زي ما هي كده معايا اهي. شفت بفكها اهي. واخدتها كده اهو. تحشيها قشطه. تحشيها قمر الدين. تحشيها مهلبيه. شفت بتقفل ازاي اهي؟ اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين اهو شفتوا اهي. لما تيجي تحشيها قشطه تعملها كده وتحط القشطه وتقفليها. اهو 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 اهو. شفت القطايف اهي. بس تجيبيها لبعضيها تقفل معاكي على طول. اهي اهي اهي. هنحمر دول في الزيت علشان عندنا شغل تاني. دي برضو انا حطيتها غلط. لا دي مش كويسه بلاشها. في زحمه بقى. ايه رمضان انتوا عارفين. ممكن تجيب القطايف محمره جامد فما تعرفش تلزق منك او تمسك منك. شفت القطايف اهي. بسم الله ما شاء الله اهي سليمه وزي الفل اهي. نعمل واحدة أخيرة معلش. زي ما هي معايا كده. حشوة. النهاردة درس في القطايف. الصغيرة تعملها بالقشطة بتقفلها نص قفلة كده وتحط القشطة فيها وتحط عليها شوية فوز وحلبي ما أقولكيش. عندنا الزيت بتاعنا شديد. لازم تكون درجة الغليان بتاعة الزيت قوية جدا عشان تحمير القطايف. هسيبه يسخن شوية زي الفل. هخلي دي هنا كده. اوعى تحط القطايف حذاري. تحط القطايف في زيت بارد. تعالوا نعمل مع بعض طشه الملوخيه. الطاسه دي هنا زي الفل. ايه الحلاوه دي كده؟ هتعملها بالسمنه ولا بالزبده ولا بالزيت؟ هعملها بالسمنه البلدي. القطايف بس الزيت يسخن. حلو. هنحط هنا السمنه البلدي. الله. هنعمل دلوقتي احلى طشه. العب. نحط التوم. كل ده يبقى جاهز مع بعض. اللهم صل على النبي. نحط الكزبره الناشفه. عشان كده قلت لك طشه الملوخيه تتعمل قبل الاذان مباشره. دي كزبره ناشفه. دول يتقلبوا مع بعض. توم، زبده، سمنه، كزبره ناشفه. كل دول يتحمروا مع بعض. نبص على الملوخيه بتاعتنا. الاخبار اهي. اللهم صل على النبي. اهي زي ما هي كده. تقليبه واحده ما تغليش. تاخد غلوه بس مع الطش. وعينك على التومه ما تحمرش منك. خلي بالك. وما ينفعش تعملها بزبده. لو عملتها بزبده هتسودك الطشه. طشه رمضان غير طشه الايام العاديه. تقدري تقاوميها؟ صعب يعني. يعني قول والله يكون في عونك يا شيف. كزبره ناشفه مع تومه وسمنه بلدي. التحميره دي مهمه جدا. هتن وراها كده لغايه لما تاخد لون بني فاتح زي الفل. تمام. نعمل ايه يا عم الشيف؟ يلا نصلي على رسول الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. بنرجعها تاني زي ما هي كده. بس خلاص خلصت الملوخيه. ما خدتش دقائق معدوده. عندنا طبق التقديم بتاعنا زي الفل. شويه ملوخيه بيتكلموا مصر. ونشيل القطايف دي على جنب كده ونحط المكرونه البشاميل كده والملوخيه بتاعتنا هنا كده. طشه قويه. قطعت؟ لا. الملوخيه تتغطى وهي على النار؟ لا. خلي بالك. قلب الصغير لا يتحمل. البصلايه جوه؟ لا البصلايه اهي. الا البصلايه دي يا شيف مغازي. ده انا عاشق ليها اهي. هي دي اللي بتكلم عليها اهي. في قلب الملوخيه. يلا. الفرخه بتاعتنا معانا زي الفل. نبص على القطايف بتاعتنا نحمرها في قلب الزيت اهي. شفت القطايف؟ جيب لي القطايف وهي بتتقلب في الزيت كده عايبه في قلب الزيت اهي. تفك؟ احنا مش بنهزر. ما تقلبهاش كتير. سيبيها تاخد راحتها في التحمير.
حلوه. معانا قطايف متحمره جاهزه، معانا الملوخيه بتاعتنا والطشه. عايز اقول معلومه قبل الحلقه ما تخلص مهمه جدا. القطايف معايا اهي، القطايف يا شباب، القطايف اشتغلت منها، اشتغلت من الكنافه. بتاخد القطايف دي تعملها كده كده وتقفليها وتحطها في التلاجة. من الاخطاء الشائعه ان انت خدت من القطايف او الكنافه الكميه اللي انت عايزاها واستخدمتيها، بتخليها مكشوفه في التلاجة، تيجي تستخدمها اي تاني يوم بتبوظ منك فبترميها. ده تبذير. القطايف خلصت منها قبل كل حاجه، تقفليها كويس وتأمني على قفلتها وتحطيها في التلاجة او باب التلاجة مش الفريزر، وتبقى عندك بالشكل ده. تاني يوم بتقدري تعملي اللي انت حباه. حلقتي فيها تفاصيل النهارده، فيها معلومه غير معلومه، فيها قطايف اتحمرت في الزيت خلاص ومعانا قطايف جاهزه هنا. عملنا المطبق اللي هو بالفول اللي عملناه لحضراتكم، كان طبعا معانا من امبارح وشفنا اسراره علشان يبقى سحور مختلف، لان كمان احنا مركزين ان احنا نعمل وجبه السحور واحنا شغالين مع الفطار. المكرونه عينيا، الملوخيه عينيا، حاضر. انت عايز الملوخيه تجيلك عندك بعد الفطار. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، والتفاصيل عندنا كل يوم. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.